نظمت اليوم عدة وقفات تضامنية في أكثر من مدينة فلسطينية بعد ورود تقارير تفيد بتدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام الصحفي محمد القيق، ويأتي ذلك عشية جلسة قضائية لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية للنظر في طلب الالتماس الذي تقدم به محاموه لإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الإداري. المزيد مع مراسلتنا من رام الله يارا العاملي. نحن نقف الآن وسط مدينة رام الله حيث تنظم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الأسير المعتقل محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ 63 يوما متواصلة. نتحدث مع إحدى المشاركات في هذه الوقفة التضامنية هنا، تحكي لنا رسالتك اليوم في هذه. نعم، رسالتنا اليوم هو يعني رسالة مساندة ومتضامنة مع الأسير الصحفي محمد القيق. نحن نرفض هذا الاعتقال الإداري بحقه، هو صحفي ومن حقه أن يمارس عمله كأي صحفي في العالم. لا يمكن أن يكون هناك يعني قيد للكلمة وأن يكون هناك جريمة للصحافة. نحن نأمل أن يكون هناك يعني تضامن دولي أيضا لوقف سياسة الاحتلال ضد الاعتقال السياسي. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. إذا أذكر أن هناك أيضا تنظم وقفات تضامنية بالتزامن مع هذه الوقفة أمام مستشفى العفولة التي يقبع فيها الأسير محمد القيق، وأيضا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفي الخليل أيضا ننظم مؤتمر صحفي لعائلة الأسير القيق، وأيضا في قطاع غزة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين.